السلام عليكم، انا سميتي انس معاش، طالب موجز في الدراسات القانونيه في الرباط، في العمر ديالي 24 سنه. سلام، اسمي الكير جيمس من جنوب السودان وعمري كمان 24 عام. انا اجيت المغرب 2019 في شهر واحد، وتلاقينا انا وانس في شهر 10 2019، يعني بعد اجيت هون بشي 8 اشهر هيك. كنت اصلا يعني بدي اكون عارضة ازياء، يعني بدي اكون اشتغل مع المودلز وذاك الشيء، وحتى هو كان بده يكون موديل، والتقينا في اول تجربة لينا مع بعض. يعني اول تجربة كانت يوم 6 اكتوبر، خلاص في كازابلانكا رحنا والتقينا هنيك وصرنا اصدقاء وصافي. اي كان اول لقاء ديالنا، كان اول لقاء ديالنا في كازابلانكا، كان واحد العرض، واحد الكاستينغ ديال عروض الازياء، وهي حيت كنا بجوج اصلا في الرباط، ما كناش عارفين بلي بجوج في الرباط. مول لاجونس قال لي كاينه واحد بنت من جنوب السودان ما كتعرفش الطريق، يعني خص لي يوصلها لكازا. قلت لي صافي، انا اصلا في الرباط وهي في الرباط، غادي نجيو مجموعين. تما كان اول لقاء ديالنا، جينا في الطريق مجموعين، ومن بعد تلاقينا في العرض. منين كمل العرض عاوتاني رجعنا مجموعين في التران، صافي من تما بدا اللقاء ديالنا، بدا التعارف ديالنا، كنتعارفوا مع الوقت. في اي علاقه ما كتكونش عارف يعني واش غادي تقدر افونسي ولا ما غاديش تقدر، ولكن مع الوقت كتعرف، يعني ملي كتعرف الانسان كتعرف الجوهر ديالو كيدير، التجارب ديالو، الافكار ديالو، هو اللي كيخليك انك تنساق معاه، يعني تكمل معاه الحياه ديالك. وبالنسبه للاكير في الشكل ديالها، يعني المظهر ديالها زوين، يعني اللون ديالها جذاب، وحتى الافكار ديالها زوينين. بصراحه انا ما بعرف، ولكن لانه لما كنا يعني بنطلع مع بعض، ويعني هو شخص حلو، فهمت؟ انا ارتحت معاه لما كان يعني شخص محترم، شخص زوين، شخص. صراحه انا ما كنهتمش يعني منين جايه ولا شكون العائله ديالها، ولا يعني منين ما بغات تكون جي انا لقيت راحتي معاها وانا مرتاح معها، يعني ما كتهم حتى شي حاجه اخرى من غير هادشي، يعني سواء هي اجنبيه مغربيه من اي منين ما كانت، يعني الشخص اللي لقيتي معاه راحتك ومرتاح معاه وعندكم نفس الافكار تقريبا والمشاريع ديالكم تقريبا بحال نوعا ما، وبيناتكم واحد الاستوريك زوينه، هادشي راه كافي كنظن. كاينين شويه الانتقادات، يعني ماشي العائله والاصدقاء، حتى الناس في الشارع، يعني ملي كيشوفوكم بجوج كيبقاو كيتعجبوا مثلا، ولا يقدروا يقولوا هضره ما زويناش مثلا، فهمتي؟ ولكن مع الوقت داك الشيء الانسان كيولف، يعني الناس اللي واعيه راه عندها عادي، ولكن الناس اللي ما واعياش ويعني عندها واحد النسبه ديال الجهل ما كتقبلش الامر. يس، بيجوا يعني اكثر الانتقادات كانوا يعني من طرف صديقاتي، لانهم يعني لما وريتهم انس انه هذا الشاب انا يعني بحبه وانا معجب فيه واحنا في علاقه وداك الشيء، يعني بيجيهم قريب، يعني بيجيهم مشان شو، هل انت متاكده؟ ويعني يسالوني اسئله كثيره، فهمتي؟ وكيجيهم بحالي، لا يعني هو مثل جدي ولا هو ما يحبني، ولا انا يعني ما فهمتي؟ يعني نضحك عليها ولكن يعني تبغى راح يبقى انا وهو اللي بنعرف بعض اكثر، لانه يعني عملنا وقت طويل ومرينا بكثير من المشاكل، كثير من الاشياء، وبالعكس يعني قوت العلاقه بتاعتنا وصار في تطورات، فهمتي؟ فهذا هو الهدف. حيتش اغلب، يعني اغلب العلاقات راه كيستمروا الا كانوا الطرفين بجوج مرتاحين، الا كنتي كتسوق الهضره ديال الناس واش غادي يقولوا عليك، راه ما غاديش تستمر، ماشي غير في العلاقه ديالك، يعني العلاقه العاطفيه ديالك، انما حتى في العلاقات الاجتماعيه ديالك، في الشغل ديالك، في اي حاجه ما غاديش تقدر تستمر، غتكون ديما كتسمع الانتقادات ديال الناس، وبالتالي غتبقى ديما في داك الشيء اللي كيقولوك، وعمرك غادي تحقق الاهداف والاحلام ديالك. اول حاجه بغي نقول لهم الله يهديكم والانسان يعني
ما يهتمش للمظهر ديالو كيف ما بغى يكون، راه مع الوقت كتعرف بنادم، ومن كتعرف بنادم ما كيبقاش يهمك المظهر ديالو كي داير، سواء كان المظهر ديالو يعني انت مرتاح فيه ولا ما مرتاحش فيه. وهم اهم حاجه يعني راه كل واحد ومع من كيرتاح، يعني كل واحد المظهر اللي كيعجبو. مثلا كاين اللي كيعجبو يعني البنات اللي البشره ديالهم بيضاء، كاين اللي كيعجبو عاوتاني البنات اللي البشره ديالهم سوداء، يعني كل واحد يعني والاعجاب ديالو، ما كاينش هذا احسن من هذا، وانما كل واحد فاش كيرتاح وصافي. في الاول جاتني غريبه شويه، لانه يعني انا اول مره في حياتي ارتبط مع شخص عربي او مغربي او من بلد تاني، فهمتي؟ فجاتني غريبه شويه، ولكن من بعد يعني حبيت انه هو يعني بيشجعني وبيقف معايا دائما، ويعني بيحبني من غير شيء ولا ذاك شيء، فانا اقتنعت انه هو بيحبني. بصراحة إحنا يعني بدينا في شهر واحد 2020 كده، عملنا قناة في اليوتيوب، وكان الهدف بتاعنا إنه إحنا بدنا نوري الشعب بتاع السودان، نوريهم المغرب وكيف الدراسة، كيف الأشياء هنا، كيف الطبيعة وداك الشيء، وصافي يعني كان هو هذا الهدف. بعدين حصل بينا مشاكل وبعدين عاود تاني رجعنا لبعض وكملنا، فهمتي؟ بقينا نساوي فيديوهات وداك الشيء، واستمرينا حتى الآن، فتحنا التيك توك وصرنا نواصل. أي تقريبا داك الشيء، هذا الشيء اللي قالته هو اللي كاين. كنا بدينا في يوتيوب، كنا بغينا يعني نبارطاجيو الناس البلايص الزوينه في المغرب. مثلا كنا بدينا بالرباط، حيت كنا حنا اصلا في الرباط، البلايص اللي ممكن ياكلوا فيهم، مثلا لي زوطيل اللي ممكن يمشيوا لهم، هاد الحوايج. ولكن كان وقعوا شي مشاكل بينه وبين الاكير، اضطرينا انه نوقفوا. ولكن من بعد راكي عارفه يعني المشاكل كتجي، وملي كيكون الحوار والاخر كتلقى الحل. صافي منين رجعنا بجوج، صافي بدينا عاوتاني في التيك توك، وفي نفس الوقت دابا راه عندنا شانيل اليوتيوب ديالنا اللي حتى هي بادين فيها. ومهم الشيء اللي كاين. بصراحه العنصريه كاينه يعني في اي مكان، عنصرية بس ما بس في المغرب، يعني في كل بقع الأرض تقريبا منتشر فيها الفيروس ديال العنصرية. ولكن الطريقة اللي أنا بحاربه بي يعني ما بهتم فيهم، فهمتي؟ أنا عندي هدف، أجيد عنده، أجيد أدرس، والحمد لله يعني أمور كلها ماشية بخير، لازم أركز في هذه الأشياء، وما بركز عنده بزاف الشارع في أي مكان، أماكن التجارية، أماكن العامة، دائما 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 كيديروها زعما ما بعرف هم أصلا هادشي فيهم بالعاني ولا داكشي، فهمتي؟ لا هو ما بحاله الحمد لله. كون كان طلع كان راح جري عليه. ولكن الحمد لله هو يعني شخص من خلاله أنا بشوف يعني الزوين في المغرب كيطلع منه هو، فهمتي؟ يعني بحبه، بعدين بحب العائلة بتاعه، وهذا الشيء يعني خلاني أحب المغاربة بصفة عام خاصة هيك، فهمت؟ أكيد الحياة غتستمر، وصراحة أنا مرتاح مع هذه البنت، ونستمر بجوج، ونستمر في الحياة الزوجية، وكاع حتى الموت ما عندي حتى شي مشكل. كي قلت الإنسان كيمشي فين كيرتاح، وأنا الحمد لله مرتاح دابا. هادي يكون مخلط مغربي وسوداني وكل شيء، واكيد حيتاش انا الثقافه ديالي الثقافه الامازيغيه، غادي يكون اكيد الشلوح حاضرين ضروري، وغادي يكون كل شيء حاضر ان شاء الله. بصراحه المناسبه زوينه، ونتمنى كاع الشباب والشابات يستغلوها بطريقه صحيحه، ويبنيو الحياه ديالهم، ما يبنيوهاش غير على هذا النهار، يبنيوها على يعني على المستقبل، لان الحوايج اللي كتبناها غير على النهار ما غاديش تستمر اكيد. يبنيو حياتهم، يشوفوا القدام، ويبنيو المشاريع ديالهم والاحلام ديالهم، ونتمنى كاع الناس يكونوا بخير وعلى خير. يعني المهم عيد الحب سعيد ليك ولي ولكل الناس، واتمنى يعني الناس تحاول تفهم انه الحب زوين، وانه شنو انه يعني ما يهم الماديات او الظواهر او اي شيء تاني، اهم شيء انه تلاقي شخص يقدر يحبك ويهتم فيك،
ويقدر يكون معك في الأوقات الصعبة. هذا هو المهم، أنه إذا كنت تبحث عن أشياء تانية رح تلاقيهم، بس رح تفقد الاهتمام والحب والأشياء الزوينة، فهمتي؟ وهذا الشيء اللي love you I love you too. بهذه المناسبة هذه بغيت نقول لها راه أنت واحد الإنسان عزيزة بزاف عندي، وأكيد أنا مرتاح معك وكنبغيك وغادي تستمر الحياة ديالي معك أكيد إلى آخر رمق، ونتمنى نبقاو هكا ديما. كنتمنى نبقاو هكا ديما، ومهم بالتوفيق لينا وبالتوفيق لكاع الناس. أكيد احنا كان عندنا أهداف، يعني كل واحد الأهداف ديالو، ولكن من تلاقينا تقريبا لقينا نفس الأهداف. من بين الحوايج اللي كنا باغي نديرو هو أنه نكونوا عارضي أزياء ونعبروا على الثقافات ديالنا باللباس اللي غادي نلبسوه مثلا، وعلاش لا تكون عندنا أجونس ديالنا ديال عروض الأزياء اللي حتى حنا نستقبلوا فيها الناس عارضات وعارضي أزياء اللي حتى هما بغاو يشوفوا هاد الدومين واللي كيعجبهم هاد الدومين، حيت الصراحه الدومين في المغرب قليل شي شويه، وفي نفس الوقت ملي كتدخل ليه يعني فيه بزاف ديال المشاكل، وفيه يعني ما عندوش واحد الاهتمام كبير صراحه. ونتمنوا حنا نديروا شي حاجه اللي زوينه وتكون ذا فائده. كنشكروا اول حاجه الجريده الالكترونيه لالا مولاتي على هذه الاستضافه هذه، وكنرحبوا بكاع الناس من جميع بقاع العالم كيف ما بغاو يكونوا. والرساله ديالهم هو انه يركزوا على اهدافهم والاحلام ديالهم وما يتخلاوش عليها ببساطه، لانه في نهايه المطاف راه ملي غادي تحط على راسك على الوساده كي كنقولوا راه تما غادي تحدد واش انت مرتاح ولا ما مرتاحش. يعني كل ما مشيتي وراء الاهداف والاحلام ديالك الا غادي تنعس مرتاح، وكل ما انه بقيتي كتسوق لبنادم والهضره ديال الناس، وسواء يعني الكلام النابل اللي يقولوه ليك ولا الطريقه العنصريه اللي يعاملوك بها، اكيد راه ما غاديش تكون مرتاح. واهم حاجه في الحياه راه هو هذا الشيء اللي قلتو دابا. كلمه اخيره هي يعني اتمنى من الناس او من المتابعين بتاعنا اللي بيشجعونا واللي بيحبونا انهم يعني يكونوا معانا في المسيره او الرحله بتاعتنا، واشكرهم جدا على انهم بيتابعونا وبيحبونا. واما الناس اللي ما متقبلين فهذا شيء عادي، يعني كل واحد والذوق دياله، وهذا شيء عادي، احنا متقبلين هذه الفكره وشكرا لكم بزاف، ونحن ما عندنا ندير لكم هتش يعني. انا صافي وهو صافي وخلاص. نسيت واحد الحاجه، انا بغيت نشكر المتابعين اللي كيتابعونا، سواء الناس اللي عاجبهم الحال اللي مرتاحين واللي ما مرتاحينش في جميع الاحوال. احنا ما كنهتموا حتى يعني بالاراء السلبيه ديال الناس، بالعكس كناخذوها بايجابيه وكنحاولوا نضحكوا معاهم. هي اللي كتخلينا نطلعوا اصلا يعني نتقدم ونوصل لذاك الشيء اللي بغينا. والانسان يعني كي قلت ركز على الاهداف ديالو وخلي عليه الناس يعيشوا مرتاحين وشو هو يبقى عايش مرتاح. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.